الرحمن الرحيم. احنا الشريحه الطلابيه، طلاب الجامعات والمعاهد، نطالب بفرصه الدور الثالث من الجهات المختصه والمعنيه، لان احنا حاليا رحنا راجعنا على موضوع ناس تذب عليه هيئه الراي، ناس تذب عليه الوزير نفسه الوزير المحترم، ناس تذب على رئاسه الوزراء. حاليا احنا ما نعرف شنو موضوعنا، احنا راسمين، لا احد قال لنا ليش تراسمين، لا احد قال لنا، لا احد جاي راجع امرنا. هسه احنا عدم رسوبنا صار بسبب يعني جائحه كورونا، فرصه انه اكثر اغلبيه الشباب واغلبيه الطلبه والطالبات انصابوا بهذا الفيروس اللعين، فهذا ما قدر يكمل يؤدي امتحانه بالدور الاول او بالدور الثاني، ما راعوا هذا الظروف. شغله ثانيه، احنا يعني تعرف احنا عندنا فشل الكتروني ذريع بشكل مو طبيعي، صار يعني دز الاجابه يقول لك ما وصلت الاجابه، وانا عندي السكرين شوت انه انا داز الاجابه، زين انا شو ذنبي؟ لا راعوا شعورنا، لا راعوا الظروف هسه احنا بيها. الشغله الثانيه، خلي يجي يمر يشوف الطلبه، هاي الطلبه يعني يشوفها يراجعها كذا، احنا بنات هسه خلي يعتبر بناته على الشارع قاعدات، صارنا شهر كامل احنا على الشارع ذني بنات قاعدات، لا حد قال ذني بنات شمين، وين الغيره العراقيه؟ اسالك بالله الجهات المختصه والمعنيه، وين الغيره العراقيه؟ يعني ما اعرف ايش اقول، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم على هاي الامر اللي قاعد يصير بي. والله محاربه للشباب وللطلاب. يعني احنا ظروف بلدنا استثنائي، وكل سنه انتم كل سنه من السنوات انتم تطون دور ثالث، احنا اعداد كورونا صارت زياده مو نقصان، لغير يطي وضع البلد استثنائي، غير يطي على مود هذني السببين مباشرين يطون فرصه الدور الثالث، ماكو لحد الان ما بطي دور ثالث. يقول لك انا رصانتي التعليميه راح تخرب، زين احنا عايشين. عليكم ورحمه الله وبركاته، احنا طلاب الدراسات العليا اللي تعرضنا الى ظلم واجحاف بحقنا هاي السنه. الظلم اللي صار انه انا كطالبه دراسات عليا من دخلت من 11 ولغايه قبل شهر احنا من اجينا استلمنا نتائج، حياتنا توقفت تماما. انشالت فقره الدور التكميلي من التقويم الجامعي. يعني إن شالت يعني اعتبرها خرق بمعاهدة شرف، معاهدة نزاهة بين الطالب وبين الهيئات المسؤولة عن الدراسات العليا. أنت من تنطي تقويم حتى طالب الدراسات العليا يعرف وضعه، يعرف شو وقت يبدي امتحاناته الفصل الأول، حتى أموره كلها أنت جايب طالب أكاديمي منظم، منظم دماغه، منظم حياته، ومنظم إمكانياته وفقا للفقرات اللي أنت انطيت هي. هي هاي معنى التقويم الجامعي. من انشالت فقرة التكميلي وسبب لنا ارباك، احنا ايش سوينا؟ اشتغلنا باقصى كفاءة لنا كطالب، دخلنا كورس اول، امتحنا دور اول، دخلنا كورس ثاني، امتحنا، بعدين المواد اللي حملناها اجت تراكمت علينا، ماكو مجال بين الدور الاول والدور الثاني حتى نتنفس. مع ذلك احنا ما حد اشتكى واخذنا وحملنا مواد. يعني انا من الست مواد انا وقعت بماده واحده فقط ومعدل. احنا بس شريد نريد ناس تحترم، لان احنا ناس عندنا وعي، عندنا فكر، احنا مو مخربطين، احنا مو فوضى، احنا مو مخربين، احنا مو ناس دا تستجدي ودا تتسول، احنا يوميا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احنا اليوم مجموعه من طلاب الدراسات الاوليه والعليا نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظم والدكتور نبيل رئيس وزير التعليم باعطانا حقنا، اولا هو الدور الثالث. الدور الثالث عاده ينطون بالسنوات الاستثنائيه، وما اعتقد اكو سنه استثنائيه كانت اكثر من هاي السنه، خصوصا بسبب انتشار جائحه كورونا واصابت عدد كبير من الطلاب، فما حصلوا فرصتهم باداء الدورين سواء الدور الاول او الدور الثاني، وقسم كبير منهم كانت عندهم حالات وفاه، وهذا اثر عليهم. لا ننسى انه التدريس هذا العام كان بصوره الكترونيه، وهذا اثر على ايصال الماده العلميه للطالب، فبالتالي اليوم اغلب الموجودين هم كليات طب وصيدله واسنان وكليات هندسه، هذول هم خيره الطلاب واكثرهم متميزه، معدلاتهم اقل واحد عندنا مثلا طلع 98، ما معقول يكون طالب مهمل او مستواه خلينا نقول يعني مستوى يرسب، لكن الظروف الاستثنائيه غلبتنا واتصلت علينا وبالتالي احنا رسبنا، فبالتالي نطلب من وزير التعليم ان ينظر لنا بعين الابوه والتعاون ويعطينا الدور الثالث. لا ننسى انه يقولون اكو تحميل، اكو كليات نظامها ما يسمح بنظام التحميل، نظام الموديول، واكو مراحل نهائيه يعيدون على سنه وسنتين، يعني عفوا ماده ومادتين راح يترقن قيدهم على ماده ومادتين، بالتالي التحميل ما يشملهم، فهواي فئات كبيره يعني من الطلاب راح يتاثرون بهذا القرار وعوائلهم ايضا، فنتمنى نظر عيننا بعين ينظرون لنا بعين التعاطف والتعاون واعطانا الدور الثالث. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا احد طلبه كليه مزايا الجامعه، عندنا لازم نطالب دور ثالث لانه احنا استحقاق اسوه بالسنوات السابقه، لان اولا احنا ظروف البلد وتعرف جائحه كورونا اسباب يعني اسباب قاهره حدثت لنا اثناء دور الثاني، فلازم احنا المفروض يعني الوزاره تراعي ظروفنا
وتماشي الامر. تعرف النت ضعيف، احنا اكثر شيء صار الالكتروني، والالكتروني النت البرامج صعبه شويه او ثقيله شويه بال، لازم المعلومه ما تجي صحيحه. فنطالب الوزير ان شاء الله انه يعطينا فرصه اخيره دور الثالث. ممنونين.